السلام عليكم ومرحبا بكم مع سوميا من قناه وصفات ايطاليا. اليوم ان شاء الله غادي نهضر معكم غلاس روعه كيجي رائع ولذيذ مشبع مع يعني كنصاوبوه بالقشده الطريه وحب الملوك المر اللي كيكون مرقد. ندوزو ان شاء الله للطريقه ديال التحضير. غادي نحتاجو هنايا 500 غرام اولا 500 مليلتر ديال القشده الطريه اللي كتكون في الثلاجه بارده مزيان. كناخذوها كنطربوها مزيان كنطربوها ومن بعد ان شاء الله غادي ندوز معكم باش نكملوا الطريقه ديال التحضير. ملي غادي تطرب لينا مزيان غادي نضيفوا ليه الحليب المركز المحلى 200 مليلتر ديال الحليب المركز المحلى. وتضيفوا حتى ل 250 مليلتر ممكن اللي كيبغي الحلاوه. انا كنضيف فقط 200 مليلتر كافيه لانه كيجي صراحه حلو بزاف الا درنا اكثر من هذه الكميه هذه. ملي كنضيفوا الحليب المركز المحلى كنزيدوا كنطربوا مازال واحد شويه ومن بعد كنضيفوا واحد الحامضه اللي كندير نضيف القشره ديالها كنغسلوها وكنحكوها. يعني هنايا كنضيفوا غير القشره ومن بعد ملي كنحكوها مزيان كامله وكنحكوا القشر كامل كندوروا بها كامله كنحكوا القشره ديالها عاد باش كنعاودوا كنعصروا النصف ديالها. يعني النصف فقط اللي نديرو ما نكثروش. الا درناها كامله غيجينا حامض بزاف. كنضيفوا نصف الحامضه هي حامضه كبيره صراحه. صافي ملي كنحكوها مزيان اولا كنحكوها كامله كنقسموها على جوج وكنعصروها يعني النصف ديالها وكنكملوا التحضير ديال الخليط ديالنا. كنحيد العظام اللي طاحوا ومن بعد كنزيد كنطرب واحد شويه. هذا الحامض هذا كيساعدنا كذلك باش يعني كتزيد كتجمع لينا القشده الطريه مزيان وكنحصلوا على واحد النتيجه زوينه كريميه جدا. صافي كنطربوا مزيان وكنحتفظوا بها في الثلاجة باش ترتاح واحد شوية. اذا ندوزو نكملو الطريقه ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا هنا عندي حب الملوك المر اللي كيكون مرقد كيكون معاه واحد العصير ديالو اللي كذلك غادي نحتاجو ليه في الوصفه ديالتنا ان شاء الله. كناخذ واحد الكميه لا باس بها. انا خديت واحد القريعه ما فيهاش بزاف. المهم كنصفيو اول حاجه كنصفيوه كنعزلو داك السائل اولا داك العصير ديالو على الحب.
هاد العصير ديالو غادي نضيفوا ليه واحد الكميه قليله ديال الماء، تقريبا واحد جوج معالق كبارين حتى ثلاثه المعالق كبار، باش كنزيدو كنطلقوه شويه حيت تيكون خاطر. هو باش غادي نقادو البسكوي ديالنا، فاش غادي نغطسو البسكوي ديالنا اللي غادي نديرو. انا احتاجيت هنايا يعني استعملت هنايا مول ديال الفران، ممكن تستعملوا ديال الدجاج الا عندكم، انا متوفر عندي هذا ماشي ديال الدجاج. وغادي ناخذ لي بسكوي اللي استعملت يعني الخاصين بالتيراميسو لي سابواردي، غادي نحتاجو تقريبا غير واحد 10 ديال الحبات حتى ل 15 حبه على حسب واش بغيتو ديروا ثلاثه طبقات او لا. انا غندير هنا غير جوج طبقات، بغيتو ديروا حتى ثلاثه اربعه طبقات ممكن، يعني كتسرحوه بهذا الشكل هذا. اول حاجه كنغطسوه كما قلنا في العصير ديال حب الملوك، ومن بعد كنضيفوا معاه شي حبيبات كنزوقوا بهم هكا في الوسط وصافي. وكنديروا نصف ديال الكميه ديال الكريمه اللي غادي ناخذوها من الثلاجه، خليناها ارتاحت واحد شويه في الثلاجه. كنضيف هنا نصف ديال الكميه كنغطي به وكنسرحو مزيان. ملي كنسرح مزيان كنعاود عاوتاني نفس الطريقه، ندير طبقه واحده اخرى ديال البسكوي مع الحب الملوك. حب الملوك ممكن تعوضوه باي فاكهه عندكم. هنا هادو كيقولوا لهم لاماريني، اللي كيكون واحد النوع ديال حب الملوك مر وكيكون مرقد في داك العصير ديالو، تتصاوبوا به بزاف لي كلاص، صراحه كيجيو رائعين بزاف بهاد المذاق ديالو. كنكمل بنفس الطريقه اللي درت بها الطبقه الاولى، كندير كذلك الطبقه الثانيه، كنغطس مزيان في هذاك العصير، ومن بعد كنحط البسكوي ديالي وكنعاود كنزين بالحبيبات ديال حب الملوك. وكنضيف عاوتاني ملي تنسالي كنضيف الكميه المتبقيه ديال الكريمه ولا القشده الطريه. هنايا كما كتشوفوا المول راني فرشتو، عفوا نسيت ما قلتهاش في الاول، فرشتو بفيلم اليمونتير. ومن بعد باش ملي غنبغيو نخويوه في التبصيل ديال اولا في الطبق ديال التحضير، في طبق التقديم ما غاديش يجينا صعيب في التحياد، غادي يعني نفكوها بسهوله. صافي انا تنسرح مزيان وتنضغط. بغيتو ديروا طبقه عاليه بزاف يعني تعمروه حتى للفوق، ممكن ديروا الكميه ديال القشده زايده وكميه البسكوي كذلك تكون زايده واحد شويه. هنا انا استعملت تقريبا غير شي 10 حتى 12 حبه ديال البسكوي، ما احتاجيتش بزاف، يعني من الباكيه غادي تستعملوا غير شي حاجه وغادي تبقى شايطه. صافي كنسرحوه مزيان بطريقه متساويه وكنغطيوه بديك الميكا اللي شاطلينا من الجناب، كنغطيوه بهذه الطريقه وكنضغطوا. بقات لي هاد البليصه الوسطانيه حتى هي غادي نحاول نغطيها وصافي. هنايا كان يعني ملي كنغطيه مزيان كنحطو في الثلاجه تقريبا واحد الساعتين بالاقل، ممكن كذلك حتى نهار او لا 6 سوايع على حسب الوقت اللي عندنا واش محتاجينه بالزربه او لا، ولكن على الاقل واحد الساعتين ضروري خصو يبقاها في الثلاجه. داكشي درت انا مع كنصور صراحه الفيديو، خليته تقريبا غير ساعتين، وبعد ساعتين جبدته كما كتشوفوا هو جمد، ولكن صراحه دابا الحال سخون بزاف، كاين واحد الحراره اللي سخونه وانا كنقدم فيه وهو كيدوب صراحه حيت كاين الصهد بزاف والحال سخون بزاف. صافي كنحطوه في الطبق ديال التقديم وكنقلبوه بهذا الشكل هذا صافي. وكنحيدو الميكا ديالتنا، كنحيدوها بواحد السهوله كتحيد بالزربه وصافي. ها هو الكلاص ديالنا موجود. كنزينوه كذلك بالعصير ديال يعني ديال حب الملوك هذاك اللي كان مرقد فيه، تيعطيه واحد اللمعان كذلك من الفوق. كنزينوه كامل اولا ممكن كذلك ندهنوا به غير هذاك البسكوي اللي كيبان لينا فقط، اولا ندهنوه كامل، اللي كل واحد يدير على حسب الذوق ديالو باش كيعطيه واحد اللمعان. وكذلك صراحه المذاق ديالو تيكون رائع بالنسبه للمحبين صراحه هذه الفاكهه، انا حيت عزيز عليا داك الشيء علاش وكيعجبني بزاف هذا الكلاص، ولذلك قررت انني يعني نشاركو معكم. كنقطعو كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا، ممكن كذلك ديروه بلا بسكوي اللي ما متوفرش عنده، يدير غير اي بسكوي كاين او اللي يدير بالنقص، يعني يدير بلاش كيجي حتى بلاش كيجي رائع بزاف، غير هذا كيجي مشبع اكثر حيت فيه البسكوي. صافي كنحطوه في الطبق ديال التقديم بهذا الشكل هذا، والصحه والعافيه. صراحه حيت الحال سخون راه كيذوب، ولكن الا كل شويه الجو برد من هكا دابا صراحه كاين واحد الحراره مجهدة بزاف. صافي كنزينوه، كنزيدو عليه عاوتاني واحد شويه ديال العصير مع واحد الحبيبات للتزيين كذلك في الطبق.
ممكن توجد تحطوه في كيسان، ممكن كل واحد يقدمه بالطريقه اللي كتعجبو، كيسان خاص بلا كلاص او لاي حاجه، والمتبقي اللي شاط لكم ممكن ديروه في بواطه ديال الزاج وتحتفظوا به في الفريكو وتخليوه لاي وقت، او لا ممكن ديروه ملي تكون العائله كاينه كثيره. كنتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، والى اللقاء مع فيديو اخر ان شاء الله.